اهلا بيكم بعد الفاصل ونجمتنا المشرفانة النهارده في حصاد الابطال كابتن نادي الاهلي وكابتن منتخب مصر كابتن نهله سامح. كابتن نهله ولا باشمهندسه نهله؟ عايزه ايه مني؟ قولي لي. الاثنين. الاثنين. بتحبي كابتن ولا باشمهندسه بصراحه؟ كابتن يعني كابتن. انا حياتي كلها حياتك كلها داخل رياضه. شريهان قالت حاجه مهمه قوي بس انا مش مستوعبه بصراحه. ريتشارد قلب الاسد في الملعب واللي في البيت هاديه يعني مش راكبه معايا بصراحه. لا لا بس انا فعلا يعني انا هاديه في الطبيعي. انا هاديه جدا يعني حتى ممكن حتى اصحابي في الفرقه في الملعب حاجه وفي التمرين حاجه وبقى الملعب يقول لي نهله يعني تعالي اتكلمي معانا شويه مع ان ممكن في الملعب يبقى من كنت ما انا في توجيهات والكلام ده ببقى شخصيه تانية فعلا. بتسخني في الملعب على اللاعبات بتاعتك بصراحه؟ كعصبيه وان انا اشدهم لا عشان لا. انا دايما يعني ببقى مش عايزه ان انا اشد لعيب جنبي فممكن ده ياثر على ادائه. صوت الجمهور بالعكس انا بطمنهم اكتر يعني بيبقى دايما من جوايا عايزه ان انا اطمنهم اكتر لدرجه ان هم فعلا ممكن لو في ماتشات شده انا في لعيبه بتيجي تقول لي هي نهله احنا هنعمل ايه؟ اللي هو لا بحاول يعني اطمنهم اكتر دايما ده رايي يعني. ده دور كابتن الفرقه بس صوت جمهور النادي الاهلي مش متواجد في المدرجات. صوت جمهور النادي الاهلي بالنسبه لنهله سامح ايه؟ طبعا احنا في بطولات الفتره الاخيره كتير لعبناها في مصر طبعا هو دورهم كان واضح بشكل كبير جدا يمكن هم كانوا مشاركين في البطولات بنسبه 50% في المكسب بيها كان بيأثر جدا يعني في فرق احنا بنلعبها بيجي اللعيبه بره مصر او بره عامه النادي الاهلي بتكون بشكل تاني خالص لما لعبنا هنا في مصر وكان معانا الجمهور الفرقه دي ادائها اختلف تماما واحنا كمان ادائنا اختلف تماما فيعني عايز اقول ان هم مشاركين معانا في كل بطوله حصلنا عليها هنا في النادي الاهلي فدورهم مهم جدا بالنسبه لنا. هكلمك بصراحه صوت جمهور النادي الاهلي في المدرج ولا صوت جمهور النادي الاهلي في السوشيال ميديا؟ الاثنين مهمين بس في الملعب بيهمنا اكتر عشان نقدر نحصل على البطوله يعني بيكون مؤثر طبعا اكتر بالنسبه لنا. داخل النادي الاهلي لعبتي في وسط جمهور النادي الاهلي وفي وسط بطولات كتيره لكن في بطوله جمهور علق معاكي فيها؟ كان بطوله عربيه كانت اخر 2016 في اول 2017 كانت مقاومه هنا في استاد القاهره يمكن ده كان اول مره يحضر لنا الجمهور بالعدد ده احنا نفسنا يعني احنا نفسنا اتخضينا يعني الحكم بيصفر والصاله فاضيه فجاه لقينا هجوم غير طبيعي الجمهور احنا نفسنا اتخضينا يعني اللي هو ما صدقناش ان الكم والعدد ده حضر لنا ماتش يعني دايما كنا بنقول ان الجمهور مهتم بالكوره اكتر بس من ساعه البطوله دي والجمهور ده معانا كنا ساعتها حاصلين على البطوله الافريقيه في تونس 2016 فبعديها هم ابتدوا يتابعونا على السوشيال ميديا والحاجات دي فان هم كانوا حضروا لنا الماتش ده كانت مفاجاه بصراحه لينا جامده وادينا فعلا وكسبنا النهائي 3-0 ساعتها. كان شيء مهم جدا وجود الجمهور لكن اكيد وانت ماشيه في تاريخك في لاعبات مؤثرين جدا معاكي بالتحديد مين اثر في حياه نهله سامح من لاعبات النادي الاهلي غير شريهان؟ طبعا غير شريهان بس عشان كابتن توتو طبعا توتو كابتن تاني كابتن تاني توتو لعيبه يعني انا شايفه ما شاء الله هو ما جاش ولا هيجي زيها في اللعب وحتى اخلاقيا وهي حتى لما كانت كابتن فريق يعني لا انا ما يعني ما شفتش ما تعاملتش مع حد كده بصراحه يعني هي طبعا اثرت جدا واحسن لعيبه في افريقيا عامله رقم قياسي بالنسبه للحصول على لقب افضل لعيبه افريقيه لسه متواصله معاها لغايه دلوقتي طبعا 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 مين من الجيل الحالي معاكي؟ ومرنتني هي مرنتني كمان يعني انا لعبت معاها الحمد لله ومرنتني وصدفه مره الحمد لله كان ليا الشرف كنت لسه اول سنه درجه اولى منتخب كان معانا مدرب كوبي فكان دايما بيوزع الغرف عامه بالمراكز يعني مثلا لو في اربعات يقعدوا مع بعض اتنينات يقعدوا مع الكلام ده فانا ساعتها كنت مصعده من الناشئات كنت لسه في الناشئات كان سن صغير فكان ساعتها صعدوني كاليبرو فساعتها المدرب الكوبي يعني قعدني مع كابتن تاني توسن قعدت معاها في غرفه واحده انا ده كان طبعا ايه بقى شعورك ايه بقى وكابتن تاني توسن والنجمه الكبيره طبعا شاف بس انا طبعا كنت ساعتها برضه خايفه انا اول بطوله ليا في المنتخب ومع كابتن تاني توسن كابتن تاني توسن يعني وانا لسه بلعب فولي كان اللي هو كابتن تاني يعني اللي هو كان الواحد بيتمنى يشوفها فطبعا كان شرف ليا بس طبعا كنت بدخل انام الساعه 8 كنت بقى قاعده ساكته خالص لا لا بدخل انام الساعه 8 والتزام غير طبيعي